اهلا وسهلا فيكم مره جديده. اليوم رح نحكي ضمن فقره التغذيه عن ترتيب عربه التسوق، وطبعا بيسعدنا بهاي الفقره نستقبل زي دائما ضيفتنا اخصائيه التغذيه العلاجيه دانا نفع. بس قبل ما نبلش معها خلينا نشوف هذا التقرير. اليوم رح يكون موضوعنا عن التسوق الصحي، كيف ممكن نرتب المنتجات تبعتنا بطريقة صحية بعرباية التسوق. أهم شيء قبل التسوق نكون محضرين قائمة بالأغراض اللي إحنا محتاجينها لحتى ما ناخد إشياء زيادة عن احتياجاتنا. أما بالنسبة لجزء النشويات فممكن يكون عنا من الرز، الشوفان أو المعكرونة. أما هلأ فوصلنا لجزء الألبان والأجبان. أما بالنسبة لجزء الدهون والسكريات فنحاول نخصص لهم هاي المنطقة لحتى تكون كميتهم محصورة وما ناخد كميات أكتر من احتياجاتنا. أما بالنسبة لجزء اللحوم والدواجن والمجمدات نحاول إن نخليهم لآخر شيء لحتى أول ما نوصل البيت نحطهم دغري بالثلاجة. آخر نصيحة لكم لليوم إنه أهم شيء ما نروح نتسوق وإحنا جوعانين لحتى ما يكون عم ناخد زيادة عن احتياجاتنا وما ناخد إشياء إحنا بغنى عنها. اهلا وسهلا، اشتقنا لك دانا صراحه. والله وانا كمان عن جد حاسه زمان ما شفناك. قولي لنا شو اساسيات التسوق الصحي؟ اوكي، هلا اليوم بدنا نحكي شويه نصائح ممكن انه ستات البيوت تستفيد منها لما بتروح تتسوق. هلا اول شيء التسوق الصحي، يعني الغذاء الصحي ببلش من التسوق الصحي. فاحنا لازم نكون مرتبين لهذا التسوق، نحاول يكون عندنا قائمه بكل الاغراض اللي احنا محتاجينها لحتى ما نروح على سوبر ماركت ونصير ناخذ اشياء عن جنب وطرف وما نكون احنا بحاجتها. هلا كمان شيء كثير مهم لازم نركز عليه انه نطلع على تاريخ الانتهاء وتاريخ الانتاج، لانه مرات يعني بيصير عندنا اشياء اكسبايرد واحنا لسه ما استخدمناها، نقعد نكبكب فيها على الفاضي. برضه كمان فكره كثير ذكيه بيعملوها السوبر ماركت انه بيحطوا الحلويات وانت داخله وانت طالعه. فانت لما بتكوني داخله على السوبر ماركت بتبلشي تاخدي منهم، وانت طالعه اذا ما اخذتي كميات كثير كبيره من الاغراض تقولي يلا ما انا معلش ما اخذت كثير اشياء، بتصيري تحطيهم. فهون بدنا نركز انه احنا ما نروح نتسوق واحنا جوعانين. هاي اهم موضوع على فكرة بحطوا كتير صح، بحطوا أهم الأشياء اللي نحن بنحتاجها، الحليب الخبز وهاي الأشياء بآخر آخر السوبر ماركت. هذا أخذناه بالريتيل بالجامعة. هلأ بتذكر. هلأ شوفي، إذا بتركزي أنت وين بتروحي بتتسوقي بتحسي أنه دايماً على الأطراف كل الأشياء اللي أنت بتحتاجيها، وبالممرات الأشياء الإضافية الزيادة اللي أنت بتحتاجيها. هلأ بيكون إشي محطوط عندك الخضر الفواكه الألبان والأجبان، بعدين بارت اللحوم والدواجن، وبعدين آخر إشي بيكون النشويات الخبز وأنواع الخبز. فإذا أنت بدك تروحي تتسوقي هاد رح يكون كافي، بتصفي بالممرات الأشياء الزيادة. بس طيب. إذا حفظتي خلص نفس السوبر ماركت بتروحي عليه دائما بتصيري عارفة وين بدك تتوجهي، بتروحي دايركت بتتفادي تطلعي على الأشياء. صح تروحي على المهم. عن جد. طب أربع شغلات لونهم أبيض لازم نبعد عنهم، شو هن؟ أول إشي السكر زي ما كلياتنا بنعرف، الملح. هلا الشغلتين الزياده اللي بدنا نزيدهم اللي هم اللحوم، الدهن اللي بيكون موجود باللحمه، وكمان شغله اللي هي اللي بتكون الابيض اللي احنا بنسميه الخبز الابيض، الطحين الابيض. نحاول دائما انه احنا نلجأ للاسمر. هلا هو نفس السعرات الحراريه بس بيكون الاسمر فيه قيمه غذائيه اعلى والياف زياده. والرز الرز كمان، مع اني انا ما بطيق الرز الاسمر. هلا شوفي، احنا بنحاول انه دائما ننوع، بلاش دائما رز. هلا ببارت النشويات نحاول انه احنا ناخذ ممكن مره فريكه مره برغل، مش دائما انه احنا دائما ناخذ رز 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 او خبز. نحاول انه احنا ننوع. في اسكم من الرز؟
يعني الفريكه كمان كثير زاكي بحب الفريكه مثلي يعني انا بحبها اكثر من جانا. اذا بدنا نحكي شوي عن كيف بدنا نتسوق لما بدنا نبلش نتسوق بايش نبلش؟ مثلا دخلنا على المكان نتسوق منه بايش نبلش وبايش ننتهي؟ هلا ممكن اول شيء تبلشي بالمنظفات وتخليهم بعرباي لحالهم على جنب او ممكن تخليها لاخر شيء حسب يعني بس يفضل مش زاكي. انك يفضل انك تعملي اول شيء وتخليهم على جنب. هلا بالعربات تبعتنا نحاول انه احنا نبلش بالمعلبات لانه المعلبات ما رح تخرب اذا قعدت فتره طويله بالعرباي ومن بعدها نبلش باكبر بارت بالعرباي تبعتنا اللي هو الخضروات والفواكه. نحاول لما بننقي الخضروات والفواكه ننقي الموسميه الخضره والفواكه الموسميه ونتاكد كمان انها ما تكون مضربه انه نعرف ننقي القطع اللي ما تكون مضربه. هلا لما نيجي على الجزء الثاني اللي هو النشويات زي ما حكينا هلا انه نحاول ننوع مره ناخذ معكروني مره ناخذ فريكه مره ناخذ برغل مش دائما نضلنا على الرز والخبز. بعديها لما ناخذ الالبان والاجبان نحاول نختار قليله الدسم قليله الملح اذا بنختار جبنه قليله الدهن كمان يعني نحاول انه احنا نعرف شو نختار ونكون اوعى شوي باختياراتنا. بعدين بيكون في عنا بارت المثلجات واللحوم نحاول نخليه لاخر شيء لحتى الوقت اللي احنا رح ناخده واحنا عم نتسوى ما تكون هاي المثلجات تدوب وتصفي احنا عم ندخل بمشاكل ثانيه بلش نتعرض للبكتيريا وكل هاي الامور كمان خصوصا بالصيف حتى في طريق الرجعه بالسياره طبعت الاغراض بالصندوق بدوبه. هلا كمان بدنا ننتبه على شغله كثير مهمه انه مرات لما بتكون الاكياس فيها كثير ثلج هذا دليل انها هي مو مبرده بطريقه صح لما تكون الثلج بيكون كتل بالكيس فنحاول انه احنا نركز على هذا الموضوع. وبرضه كمان في بيكون اكياس جنب هاي المثلجات نحاول انه نحطها بكيس لانه لما بيدوب الثلج ممكن انه يدوب ويوقع على الاغراض الثانيه ويجي على الاشياء الثانيه. طب انا عندي سؤال الاشياء المفرزه خلينا نقول الخضروات في ناس بيقول لك انه لا خدي الفريش بضلوا الفيتامينز فيها وفي ناس بيقول لك لا لما مثلا اذا طبخه او هيك لما تفرزيها ما بيروح بالعكس انت بتفرزي كل شيء فيها مع الفيتامينات. هلا بقل شوي من الفيتامينات لما يتفرز لما بيتفرز أوكي. فعشان هيك احنا بنحاول نحكي انه دائما ناخذها فريش والاشياء الموسميه يعني أوكي. نحاول انه مثلا اذا موسم السبانخ قرب نحاول نركز على السبانخ بدل ما ناخذه مفرز بس مش غلط اذا احنا بناخذه مفرز بيكون فيه الفيتامينات يعني. والمعادن لا بس بتخف مش انها بتروح او أوكي. بتخسر القيمه الغذائيه لها لا بالعكس تمام. طب دانا انا بالنسبه لي التسوق بالسوبر ماركت هي نشاط عائلي بقعد نقعد ابني عادي بنقعده بهذا الكرسي اللي عم تحكي عنه وبنبلش نحط حتى بصير اطعميه بفتح له اشياء بنوصل عند الكاش بكل اغراض مفتوحه بصير اطعميه وانا باكل وانا بساعده انا متاكده ومي واشياء. هلا سؤالي هو ايش في اشياء بتنصحينا وبتنصحي الناس خصوصا العائلات واللي عندهم اطفال يبعدوا عنهم عنها وما يشتروها؟ هلا بدنا نركز انه ما نشتري الاشياء المأكولات اللي بتكون مكشوفه كثير بنشوف لما بنروح بنشتري اشياء كاشفينها وانت بتاخذي مثلا قطعه او بتاخذي شقفه منها او هيك نحاول نبعد عن هاي الشغلات. برضه كمان بدنا نركز انه الاشياء اللي المفروض انها تكون بالثلاجات اذا لقيناها مش موجوده بالثلاجات كمان نحاول انه نبعد عنها لان هي المفروض تكون مبرده او مثلجه فاذا هي مش موجوده بموقعها الصح نحاول نبعد عنها. الأغذية اللي ما بتكون موجود عليها الملصقات الغذائية برضه كمان مرات نلاقيها ممزوعة واقعة مش حاطين أصلا عليها ملصقة غذائية نحاول نبعد عنها. برضه كمان بالمعلبات لما بنشتري المعلبات نحاول نبعد عن اللي بتكون مضروبة ممكن إنها تكون وقعت ممكن تكون خزقت وإحنا مش شايفينها فنحاول إنه إحنا نبتعد عنها. حلو وبتصير معنا كتير أنا كتير بتصير معي بكون جايب الشغلة بلاقيها مفتوحة مثلا فهاي كتير مهم الموضوع عن جد. بصير أحكي لكم شغلة مرة رحت على سوبر ماركت بعمان سوبر ماركت معروف ومحترم كتير شريت أغراض وصلت على البيت في شغلة هذا لازم نحكيها مشان ينتبهوا الناس كتير عليها كل الأشياء expired خلص تاريخها الخضرة والفاكهة مدودة بعدين اكتشفت إنه هذا السوبر ماركت أو هذا الدكان قاعد عم بيفنش الأغراض اللي عنده بخلصهم مشان بده يسكر بس تخيلي المأساة تبعت الناس اللي شرت واللي كان ممكن إنهم صغارهم يأكلوا منها وصايرة هاي الأمور بتصير بالضبط. فكتير مهم الواحد ينتبه على تاريخ الانتهاء وعلى هاي الأشياء لأنه عادي تسمم بيروح 10 أيام ومو في كتير حالات سيئة يعني طبعا أكيد. وهون كمان بنركز على العروض هم مرات كتير محلات بيستغلوا هذا الموضوع بيعملوا عرض
فهلا نحاول انه احنا لما بنشوف العرض هلا نتاكد زي ما حكيتي من تاريخ الانتاج وتاريخ الانتهاء، لانه مرات بحكي لك انه مثلا اثنين زيت محطوطين مع بعض رح يخلصوا كمان شهرين. هلا ممكن ان انت ما تكوني استهلاكك للزيت رح يخلص من هون لشهرين، بس انت بتقولي يلا باخذ بما انه عليه عرض، بس انا ما رح استخدم كل هاي الكميه، رح يخلص مدته وانا ما استخدمته. انا هيك بصير معي، باجي بدي اشتري شيء بلاقيه نص السعر مثلا، بطلع انه طب ليش نص السعر، بالموضوع صح بتخافي. بس بتعرفوا انه العروض هي بتخلي الناس يشتروا اكثر شيء، يعني أكيد. مثلا بيكون عروض بتلاقيهم بياخذوا وبيطولوا بيقعدوا عندهم مده كبيره. كل واحد لازم يفهم حسب استهلاكه بالبيت قد ايه، يعني قد عندهم صغار، قد ناس رح ياكلوا من الاكل اللي حيجي. وهلا اغلبيه العروض للاسف عم بتكون على الحلويات اللي بتكون كثير عاليه بالسعرات الحراريه والقيمة الغذائيه لها كثير قليله، بتكون بس غنيه بالسكر وبالدهون، فالناس بتكون انه حتى بكون محطوطه بطريقه انه تجذب الناس انهم يشتروها، وزي ما قلنا بتكون موجوده على الدخله وعلى الطلعه. فانت وانت داخله رح تصيري تتناولي منها، وانت طالعه برضه كمان رح تشوفيها رح تقولي يلا معلش خليني اخذ منها. بس انا حبيت انك حطيتها، سوري فنسى، انك حاطه المكان الصغير والشوكليت والسويت بس. سوري دانا ما حدا رح يضايقك. انا مستحيل اخر بارت انه يكون كميته قليله ويكون خلص تعبنا المفروض وبدنا نروح نحط بس يعني كميات كثير قليله منها. طيب شو عندك نصائح لست البيت للشوبينج؟ اول شيء انه ما نروح جعانين، اوكي. ثاني شيء انه نحضر قائمه بالاغراض اللي احنا محتاجينها، ممكن كمان انه احنا نرتب منيو للاسبوع كامل، ايش انا بدي اطبخ، ايش البهارات، ايش الخضروات، ايش المعلبات اللي انا رح احتاجها. هذا بيساعد اقتصاديا على فكره، صح، انه انا محتاجه هاي الاغراض وبدي اروح اجيب هاي الاغراض وانتهى. طبعا كثير مهم يكون في ترتيب اقتصادي للعائله. وكمان زي ما حكينا انه نعرف بايش نبلش بايش ننهي لحتى نعرف كيف نقسم العربايه تبعتنا وما ناخذ اشياء زياده عن احتياجاتنا وما نستخدمها. طب انا عندي سؤال كثير مهم واكيد انت رح توافقيني الراي. ماشي قولي. ويوما ما انت رح توافقيني الراي. اكل حال لما بدي اشتري من السوبر ماركت سناكس لابني، اوكي، ايش اجيب له؟ سناكس تبعت بين الوجبات، تبعت ماما بدي اكل، تبعت هاي القصص، شو اجيب له؟ هلا ممكن ناخذ من الكوكيز الشوفان. هلا هاي بتكون قليله بالسعرات الحراريه، وبنفس الوقت انك انت عم تعطيه شوفان فيها تشوكليت شيب وطعمها حلو كمان، رح الاولاد الصغار رح يقبلوا انهم ياخذوه. ممكن كمان في هيك زي برضه كمان اوتس بارز بيجو صغار، ممكن تشوكليتس، يعني مش لازم نحرمهم من التشوكليتس. هلا بس نعرف ايش نختار من التشوكليتس وحسب اي اعمار. تحت السنتين، تحت السنتين يفضل انه احنا نعطيهم بسكوت زي ما حكينا تبع الشوفان، ممكن انه احنا كمان نعطيهم الكوكيز، بس ما تكون كوكيز انه بس الحلو، ممكن في اشياء مالح بالضبط، هذول الاشياء ممكن البارز الفتنس زي هذول السيريال بارز بالضبط، انه ممكن كمان هذول يكونوا خيار كمان، يكون فيه زبيب وبكون فيه شويه نتس صحيه. أيوه. حلو انه يتعودوا على الطعم هذا من صغرهم، مش صح؟ احنا وصغار يمكن ما كان في هاي السلكشن، صح. كنا نضطر ناكل الشوكليت مش نضطر، بكل رحابه صدر زي ما بقول. بس هلا مش غلط ان احنا ناكل شوكليت، لان الشوكليت برضه كمان في لها فوائد، مش دائما بس احنا بدنا نحكي عن الاضرار، صح. بس مش افضل بعد السنتين ولا مش شرط؟ يس احسن طبعا، يعني ماشي صح. انا لهلا ماشي صح. انا بلشت بتبين، بعرف لك بلشتي. نحاول اذا نعطيهم شيء حلو، ممكن كمان تمر اذا انت كنت بالبيت، تمر رح يعطيه طعم الحلاوه على القليل، في له قيمه غذائيه مش زي الشوكليت يعني. هلا الشوكليت في انواع منها لها قيمه غذائيه كثير عاليه، بس بدنا نركز انها تكون بتحتوي على الكاكاو، لانه احنا لما بنحكي على الشوكليت بنحكي عن فوائد الكاكاو الموجوده فيها. طب دانا مثلا انت برايك، هلا في ناس مثلا بيعملوا بجيبوا اغراض البيت كل شهر، برايك ايش اكثر شيء مناسب احنا نجيب اغراض في البيت فيه، شهر اسبوعي، ايش احسن شيء حتى يكون هلأ انظم لنا؟ هلا انا بفضل اسبوعيا، هيك انت بتكوني عارفه ايش بدك تعملي خلال الاسبوع، حتى ممكن انه احنا ننوع، مثلا ممكن نعمل يومين بالاسبوع دجاج، يومين لحمه، يوم سمك، ويوم نحاول انه بس خضروات، انه احنا دائما عم نركز انه لازم دجاج لحمه، لازم سمك، لازم دينينا بسكروا لما نسمع بس خضروات نقول اوكي مش غلط انه احنا نعمل خضره، يعني مثلا برغل مع خضار، ممكن نعمل فريكه مع مقالي هلا رح توجهوا للمقالي. بتعرفي شو بحب الحمص كثير على فكره، انه مرات مرات تغميس طبعا، ولا سباحه بيكون تغميس حب بيكون احسن لسه، لانه الحمص بضيفوا له كثير الطحينيه، والطحينيه هي عباره عن زيت السمسم، فاحنا عم نحكي عن سعرات حراريه عاليه،
فنحاول ناخده حب لسه بتكون الكالوريز اقل. يعني اسبوعي احسن شيء انه نجيب اغراض اسبوعي. هو افضل شيء صح. وكمان بتحسي الفواكه والخضره بتضلها فريش. صح. وهذا انا بالنسبه لي كثير مهم، خصوصا الجرينز زي ما بيقولوا الاشياء الورق الخس ما بتبلوا بيصيروا. وبعدين انه احنا ناخذ قد احتياجاتنا بالضبط، يعني هلا مرات انه احنا بنروح بنشتري لنا 3-4 دجاجات، طب هذول يعني انه انت اشتري حسب قد ايه كميتك قد ايه لها. هلا اوكي ممكن تفريز، بس مرات لما بدك مثلا تاخذي لحمه وتستخدمي بس جزء منها، لما تضلك تطلعي وترجعي تدخلي، ما هون عم نفوت احنا بمشاكل تانية. فنحاول ناخذ قد كميتنا وحسب احتياجاتنا خلال هذا الاسبوع. بس بتعرفوا شو، انا بزبطش معي اسبوعي، انا بجيب بالشهر كل شيء بدي اياه، بس الخضروات والفواكه بجيبها اسبوعي. بحس هيك اريح لي كثير. يا صبايا ما حدا حكى على الركضه للسوبر ماركت اللي ورا البيت هاي على السريع. هاي مهمه بديها بواعي البيت بالسياره على السريع بنص الطبخه بطلع بجيب شغلنا. عن جد من قرضه بتكون عندي من البيت. على كل حال دانا ثانك يو كثير حبيبتي، كالعاده فتينا بهاي المعلومات اللي كثير مهمه لكل ستات البيوت وحتى للعائلات بشكل عام.